يعني ان شاء الله يعني بهذه الاتفاقيه تكون يعني تنميه عضويه كبيره وسنفتح افواج جديده ان شاء الله، لانه كل امكانيات راهي متوفره من دور الشباب من قاعه رياضه من امكانيات ماديه ومعنويه. اذا ان شاء الله امل مشرق ان شاء الله للحركه التشفيه بالولايه ان شاء الله. اليوم بحول الله تمت افتتاح الموسم التشفي 2021-2022 بحضور جميع افواج البلديات تاع الولايه. نتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع.